الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ومن سورة بني إسرائيل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو كريب. أبو كريب هو محمد بن العلاء من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي التنين من أساطين المحدثين، من أنبل تلاميذ الإمام الثوري. نعم. قال عن داود بن يزيد الزعافري. داود بن يزيد الزعافري مختلف فيه، قال ابن معين ليس حديثه بشيء، وقال معاوية بن صالح عنه، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة قال ضعيف، وقال الدرمي ضعيف أيضا، وقال ابن محرز ليس به بأس، فاختلفوا فيه. وأحمد قال ضعيف الحديث، النسائي قال ليس بثقة. والحق بأنه يعني قد يكون أقرب إلى الضعف منه إلى التوثيق. قال عن أبيه. أبوه هو يزيد بن عبد الرحمن الأسود الزعافري الكوفي، ابن حبان ذكره في الثقات، وقد قال بعضهم الثقة، وهو إلى الجهالة أقرب، عندنا علتان في الحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رضي الله عنه أرضاه، وأبو هريرة سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله، يعني قال تفسيرا لقوله، وقلنا السنة بيان للقرآن، في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وسئل عنها قال: هي الشفاعة. هذا حديث حسن. وداود الزعافري، يعني حسن في المتن، وإلا إلا داود الزعافري وأبوه، ما هو علتان في الحديث، وإن كان الحديث له شواهد، لذلك يرتقي للاحتجاج بالشواهد. وداود الزعافري هو داود الأودي بن يزيد بن عبد الرحمن، وهو عم عبد الله بن إدريس. نعم، وهذا حديث عظيم أيضا، يبين لك تفسير قول الله تعالى: ومن الذي فتجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال المقام المحمود هو الشفاعة، ويقصد بالشفاعة هنا هي الشفاعة الكبرى، وهذه خص الله تعالى بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وفضله على جميع الخلق وجميع الأنبياء بها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال: بيدي لواء الحمد يوم القيامة، الجميع ينضون تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول كما في الصحيحين: لكل نبي دعوة مستجابة، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وهذه فيها دلالة على أنه إذا اشتد الكرب والهم الخض، واجتمع الناس جميعا بعدما دنت الشمس من الرؤوس، وغرق الناس في العرق، ذهبوا يستشفعون بكل نبي. ذهبوا لآدم وقالوا: أنت أبو البشر، أنت خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحي، فقال: لست هناكم، نفسي. ثم قال: إني عصيت ربي وأكلت من الشجرة. فاذهبوا إلى نوح، وأول رسول إلى الأرض، فذهبوا إلى نوح ومن أولي العزم من الرسل، فقال: نفسي. ثم قال: سألت ربي ما ليس لي أن أسأله به، قال: فلا تسألني ما ليس لك بي علم. ثم قال: اذهبوا إلى إبراهيم، هو أبو الأنبياء. شوف التدرج هو الآن إلى فضلاء الأنبياء، فيأتي، وطبعا هو لا يحيلونهم إلا إلى الكبراء، فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام، فيقول: نفسي كذبت في ذات الله، أو في جنب الله، ثلاث كذبات. وهذا لها تفسير آخر، وتفسير آخر ليس هذا محله. ثم قال: اذهبوا إلى موسى فإنه كريم الرحمن. كل منهم يبين فضل الرسول الذي أتى من أولي العزم من الرسل. فيأتي موسى، فيأتون موسى عليه السلام، يقولون: أنت الذي اصطفاك الله برسالتي، وخصك بكلامي، وخط لك التوراة بيده، فيعني ألا ترى ما نحن فيه، ألا تشفع لنا؟ فيقول: نفسي قتلت نفسا، لم يكن لي أمر، أو لم يكن لي أن أقتلها. اذهبوا إلى عيسى عليه السلام، فذهبوا، هو روح الله، فيذهبون إلى عيسى، فيأتونه، فيقولون: يا عيسى، أنت روح الله، ألا ترى ما نحن فيه، ألا تشفع لنا؟ ففي رواية لا يذكر، كل الروايات الصحيحة لم يذكر ذنبا، ورواية في السنة أنه ذكر ذنبا، وقال وذكر ذنبا، وهذا يدل عموم قول النبي، يدل عليه يدل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا 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 أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا. لم يستثني عيسى، قال: إلا يحيى بن زكريا. فقام عيسى فقال: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد قد غفر الله له ما تقدم ذنبه وما تأخر. فلما ذهبوا إليه، هنا يأتي المقام المحمود، لأنهم الجميع ينضون تحت رايته، ولا أحد يتقدم لفصل الخطاب ولا القضاء إلا هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم شفعه فينا وأنت أرحم الراحمين. فيأتونه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها
وهذا تفضيل الله لنبينا، ولذلك قال فضلت على الأنبياء بست. وهذه من أعظم ألوان التفضيل، هو أن الجميع ينضمون تحت رايته، والجميع يذهبون يستشفعون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والأمر فيه حكمة، ما هي الحكمة؟ الأمر فيه حكمة، ما هي الحكمة؟ ليتنا نراها من الأفزاز، من طلبة العلم. اليوم ما أحد شفى صدري بأي سؤال من الأسئلة التي سألتها. يعني باشمهندس نعيم على أنه في الزيتون، يعني الله بيوفق طبعا، وصدق النية هو الغلاب. قريب جدا أنت يا نعيم، قريب جدا. طبعا أنت تفضيل الأنبياء هذا صحيح، ممتازة. ظرف فضل مين على العامي، أنا متضايق منك يا صبري جدا، يعني سأغرز سنان أسناني بأسرها في لحمك عندما أراك في عضدك. قريب جدا يا أمجد، قريب جدا، ممتازة منصور، لكن لست هي. فضل على الأمم كل، وأن كل أمم منقادة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هي إجابات متقاربة، لكن أريد فصل الخطاب. كل الإجابات صراحة متقاربة، وهي يعني، لكن أريد فصل الخطاب. أما صاحبة الإجابة فضل عليه السلام، وإن كان كل أمم منقادة، تأخرت أمس وما أتيت إلا آخر الدرس، وهذا قد تكرر أكثر من مرة. وما نرى لمن رزقه الله الحرص والسداد في العلم أن يتأخر، أرجو أن يكون المانع عذر يقبل. أن القائد حارس لرعايته أنا مشفق عليه، ممتاز، جزاكم الله خيرا. لأنه قال أيضا في رواية، قال أمتي أمتي. جزاك الله خيرا صبري. طيب أنا سأقول لكم شيئا، هو الحق بأنه، أن الحكمة من ذلك بأن النبي لأنه كان خاتم الأنبياء كفرت به أمم، كفرت به أمم، فهنا رغما عنهم جميعا سيقرون به نبيا أمينا في الآخرة. كل الأمم سيذهبون له هو ليستشفع له، كل الأمم يستشفعون به. وأنتم تعلمون أن أهل الكتاب كفروا به، وأهل مكة كفروا به، وهناك المجوس والملاحدة كفروا به، ولأن دعوته كانت عامة، لذلك الجميع سيقرون له يوم القيامة جزاء وفاقا وأجرا طباقا، بأبي هو وأمي. ثم تأتي الكرامة الكبرى، وهو يقول أنا لها أنا لها. قال فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأسجد، فبعدما أسجد يقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، أعرف أنك أردت ذلك لذلك مدحتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأخر ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وفي رواية قال وقل يسمع، تفضلي، قال وقل يسمع. وهذه كرامة ليست بعدها كرامة، الجبار جبار السماوات والأرض، والذي يقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في فصل الخطاب، فيأتيهم الله تعالى في ظلل من الغمام فيفصل القضاء والخطاب بين جميع الخلق. نسأل الله أن نكون من الناجين، ونسأل الله أن نكون من المكرمين، ونسأل الله أن نكون في جنة رب العالمين. وهذا تفسير لقول ربنا سبحانه في كتابه المبين، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام الذي حمده عليه الجميع، الأنبياء والمرسلون والمؤمنون، بل وأهل الكفر أجمعون. لا، لم أنتبه للاعتذار أمس، جزيت الجنة، وهذا من الأدب الذي نعهده على حضرتك، جزاك الله خير. الفوائد المستنبطة، كرامة نبينا على الله جل في علاه. الفائدة الثانية، تفضيل الله لهذه الأمة على جميع الأمم. طب من وين هذه؟ تفضيل النبي، تفضيل والوجه الثاني، والوجه الثاني هو إيش؟ مسألة الشفاعة. في البداية قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا ألا تشفع لنا، قال أمتي 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 أمتي، ولذلك قال نحن الآخرون الأولون، وأسرع الناس مرورا على أسراتهم أهل
أهل الإسلام، من أحسن الظن أحسن العمل، وهذه معناها لا يرتقي المرء إلى منزلة إلا بعمل، سواء عمل القلب أو عمل الجوارح. لأن في الآية ماذا قال؟ قاله من الليل فتهجد به نافلة لك، أهو الآن يعني أمره بذلك. وكما قال لكعب ربيع بن كعب الأسلمي عندما قال له مرافقتك في الجنة، قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. لو في أسئلة تفضلوا. يقول هل يوجد مسوق في الشرع لإراقة الدماء ولو ضعيف بالنسبة لمن اتهم بتعذيب العلماء؟ ويريد ويقول كلمة عن أولا هذا كلام باطل عن إراقة الدماء، خلاص يعني هذا كلام باطل ولا يجوز بحال من الأحوال. والتجرؤ على سفك دم امرئ مسلم كبيرة ليست بعدها كبيرة، وكل من تجرأ على 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 الهجوم بدم بارد على سفك دم امرئ مسلم فهو على خطر عظيم، هو على خطر عظيم، وهو فاعل لكبيرة من الكبائر العظيمة عند الله جل في علاه. قال الله جل في علاه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. وأما التزرع بمسألة حتى لو في مظلمة مال، مظلمة عرض، مظلمة تعذيب كما تقول أنت، لا يجوز بحال من الأحوال الجرأة على سفك الدماء، لا يجوز بحال من الأحوال. هذا ضلال مبين، وهذا خبل وخبط ولغط ولغط وخلط، وأيضا فيه ما فيه من يعني ليس الشبه، هذا من فعل الخوارج، هذا من فعل الخوارج. والهجوم على الدماء بمثل هذه السهولة، هذه دلالة على عدم أولا الديانة، ودلالة على عدم العلم، هذا جهل مركب، ليس هناك ثمة ذريعة إلى ذلك. الرجل كان كافرا كفرا بينا، ولما قال لا إله إلا الله لأسامة رضي الله لأسامة أم لأسامة لأسامة بن زيد، وأسامة أشاد يقول وما قالها إلا تذرعا، قال له وما تفعل بلا إله إلا الله عند الله يوم القيامة، قال وما تفعل بلا إله إلا الله عند الله يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث المقداد بن أسود لما قال رأيت إن قطع ذراعي ولاذ بشجرة أفأقتله وقد قال لا إله إلا الله، قال لا تفعل، لو فعلت لكنت بمنزلته قبل أن يقول هذه الكلمة، وقال بمنزلتك بعدما تجرأت أنت عليه في يعني سفك الدم. والمعنى أنه كان معصوم الدم وأنت كنت مهدور الدم بالقصاص. فالجرأة والهجوم على من يقول لا إله إلا الله وقد يصلي ويصوم وقد يكون ممن يفعل الحسنات بهذه السهولة، والقتل بدم بارد، هذا فاعل لكبيرة ليست بعدها كبيرة. وهذا سيدخل في الخلاف الذي قال فيه ابن عباس بأن قاتل النفس المؤمنة يخلد في نار جهنم، وأنا لا أقول أنه يخلد، أنا لا أتبنى هذا القول، لكن قاله ابن عباس وقاله زيد. ولذلك قال الله تعالى خالدا فيها، وقال ابن عباس ليست منسوخة. فالذي يتجرأ على الدماء هذا جاهل جريء يودي بنفسه إلى التهلكة، وإن زعم أنه يريد الدين كذب والله بما فعل، كذب، وهذه كبيرة من الكبائر. وسفك الدماء البريئة أو سفك الدماء حتى ولو كانت عصت ولو ظلمت، سفك الدماء في هذا الباب بهذه الجرأة كبيرة من الكبائر، يعلم الله بها، وصاحبها جاهل جهول فاعل لفعل الخوارج، وهو منهم، ويفسد في الأمة أكثر مما يتصور، وإن زعم نصرة للدين وهو لا يفعل ذلك بحال من الأحوال. تقول سائق معروف أنه ما يتورع عن أخذ أموال الناس بالباطل السرقة، يعني كلما سنحت له فرصة لذلك حتى أن من حوله يخبئ حاجياته خوفا من أن يسرقه هو، فإن عرض هو سائق ولا سارق؟ سائق وسارق، يعني هو جمع بس بين السوأتين. نعم. فإن عرض شيء للبيع هل يجوز أن نشتري منه وهو ليس بتاجر؟ يقول أن لا يجوز بحال من الأحوال، لأن الغالب فيها أنها مسروقة، هذا الغالب فيها، هذا غصب، يا غاصبها يا سرقها، لا يجوز شراءها بحال من الأحوال، ولا بد من ردعه.
وإن نسي أحد الركاب معه بعض شنطة بها بعض الملابس وأراد هو أن يوزع منها ما يناسب من حوله، هل يجوز أن يأخذه منه؟ لا يجوز بحال غصب، هذا غصب، لا يجوز بحال من الأحوال. يقول: من الذين يذهبون إلى الأنبياء وكيف يعرفونهم؟ جميع الخلق، جميع الخلق والجميع سيعرفون الأنبياء والرسل. روى بعض العلماء تفسير مجاهد للمقام المحمود في عقائدهم، ما حكم هذا الاعتقاد؟ ايش؟ طب ايش هو؟ ايه اللي في عقل؟ ايش هو؟ ايش هو؟ اتفضل يلا عشان ندخل في دلوقتي. رجل مسلم يقول أن الكتاب الوحيد الذي يأخذ منه هو القرآن الكريم فقط، وإن أوحى إلى كل الناس. يعني إذا أخذ الكتاب ياخذ بالكتاب دون السنة ولا ايش بالضبط؟ فقط ياخذ بالكتاب الكريم فقط دون السنة، هذا كافر. يلا توكل على الله خلص. نعم، لأنه ألغى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الناس طبقة واحدة من الصحابة إلى قيام الساعة، لهم طبقة واحدة في الفضل يعني. يعني هم يعني هو زي أبو بكر وعمر، خلاص ما ده مقبول هذا. هم رجال ونحن هذا الذي ألغى رسالة النبي، هذا كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم لما ألغى رسالته. وان الله ده خلاص ده 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 عفريت، ده عفريت اصلا، ده مش عمر 25، عمر 25 ارقى منه، هذا مجمع وحده.